يلتهم رديعهم القديم ليقيئه من فمه غائطا يزكم الأنوف نكنه ويؤذي الشرفاء عهره. ولا تعجبن من كونه متغوطا من فمه، فهي حالة طبية معروفة تتحرك فيها الأمعاء ضد حركتها التي تؤدي بها وظيفتها. وإذا المريض مخرجا من فمه لا من دبره، فكذلك هذا، أسأل الله أن يخفف عن أهله بزوال عينه وأثره واسمه ورسمه. ذهبت محاولات الفسل للتشيخ الذي لم يؤهل له ولم يملك شيئا من أدواته، ذهبت أدراج الرياح، ولم يبق إلا التمثيل على الناس بطرحة مرسلة وكرش ناتئة وصفاقة بادية وحماقة عاتية، ويتخذ هذا كله مصيدة لأموال أهل الفضل في الرياض وغيرها لينال مالا ويحصل دنيا. وإياه عن القائل يا ختله جاك البلا في بطنك المدلدلة، روح ترمي في مزبلة واكف المجور على الخبر. الآن صورة جمجمة ضيقة مستطيلة، كأنما عانت أمه في الوضع دهرا وقاست منه مشقة ولقيت منه عسرا، فأورثته تخلفا دائما وبلاهة لا تنقطع. ومن عجب أن كان نادلر ملتحيا مع كونه طفلا غريرا يضع على عينيه منظارا ليعطيه وقارا فيبدو شابا صغيرا. ومما كان يزيد بلاهته بلاها ومنظره تخلفا اتساع فمه مع عدم قدرته على ضم شفتيه، وصورة الذبابة التي حطت على زاوية فمه كأنها علامة القدارة الموسومة عليه. وكان الحكماء من الأطفال يؤكدون أن الذبابة ما سكنت زاوية فمه إلا للدلالة على حلاوة الحلوى التي فيه، مع أنه كان واضحا أن القذارة لا تخرج إلا من فيه. الأفلاء من العسل، وهو لحم ينبت في قبل المرأة، وهو القرن أيضا. والعسل لا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد. إن المثل الشعبي السائر كان أكثر استحواذا على الخاطر عند وقوع ذلك الحدث، ذلك المثل المأخوذة كلمته من القحاب، وهو مثل شعبي مشهور محفوظ، مأخوذة كلمته من القحاب، والقحاب السعال، وامرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم، هذا أصل اللغة من غير ما عيب، امرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم. وقيل للبغي قحبة لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها وهو سعالها، فتجعل ذلك موعدا. حتى الآن ماذا تقول؟ لن تقول شيئا إن شاء الله، ولكني أقول لك يا هذا أخطأ تستك الحفرة.
وهذا مثل عربي قديم ضربته العرب لمن أراد أمرا فأخطأه ووقع دونه ولم يصب. وأصل هذا المثل أن الرجل كان إذا أراد أن يكون على مذهبه وأن يقضي حاجته حفر حفرة ووضع حجرين عن يمين وشمال، ثم قعد ممكنا قدميه من حجرين ثم قضى حاجته. فإن لم يحسن التصويب فوقعت حاجته خارج حفرته، فقدر نفسه وقدر ما حوله، قيل له أخطأت استك الحفرة، فيا هذا أخطأت استك الحفرة. مبسطا لسانك بسقف حنكك أو لأدخلنك إن عشت في السفود. وأقول له السفود كما لا تعلم حديدة تدخل من دبر العنزة المذبوحة المسلوخة لتخرج من منحرها، ثم تقلب على النار لتشوى. لتلصقن لسانك بسقف حنكك ولتلزمن نفسك الصمت ولتلزمن مجلس شيخك الذي له عليك من الحق ما أنت به خبير، والذي تحاول أن تسامته قامة، أو لأدخلنك في السفود إن عشت